الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فكنا فيما مضى نتكلم عن شيء من الأحكام التي وردت في الكتاب والسنة بشأن المفطرات المؤثرة على صوم الصائم، وقد ذكر الشيخ ما يتعلق بأن الصيام يسد مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ورد في الخبر، ورتب على هذا أن الشارع قد علق على هذه الصفة عددا من الأحكام. فالمقصود أن أحكام الشارع مبنية على أوصاف محددة، لا ينبغي بنا أن نلغي هذه الأوصاف، بل كل وصف من هذه الأوصاف معتبر في الشريعة. وقد ذكر المؤلف حديث: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وذلك أن الشياطين تضعف قواها ويضعف عملها بالنسبة لأهل الإيمان. ولا يعني هذا أن من صفد من الشياطين لا يؤذي، بل قد يؤذي في رمضان لكن إيذاءه أقل. وعلى هذا فينبغي بالمؤمن أن يستفيد من شهر رمضان تعويد نفسه السلامة من الشياطين ومن عمل الشياطين، وذلك أن رب العزة والجلال لما خلق آدم عليه السلام وأمر الملائكة أن يسجدوا له، سجدوا إلا إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومن ذاك الوقت والعداوة قائمة بين إبليس وبين آدم وبني آدم، وقد أقسم هذا العدو بأن يبذل كل ما يستطيع لصد بني آدم عن سبيل الحق والهدى وعن طريق إرضاء الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك فيجب علينا أن نستشعر أن العداوة الحقيقية التي بين المؤمنين وغيرهم منشأها العداوة مع هذا العدو الشيطان الرجيم، وهذا الشيطان قد مكن من أن يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ورد في الخبر. ولذلك على المؤمن أن يبذل الأسباب التي تجعل هذا العدو الشيطان الرجيم لا يتمكن منه، ومن أعظم تلك الأسباب الالتجاء إلى رب العزة والجلال، فإنه سبحانه هو الذي خلق هذا العدو، وهو الذي يمده بأمور كونية، ولن يستطيع أن يضل أحدا إلا متى قدر الله عز وجل على عليه ذلك. وقد جاءت النصوص ببيان أن الله قادر على كل شيء، ومن ذلك أنه سبحانه قادر على تمكين هذا العدو من بعض الناس، فهو لا يأتي ولا يعمل ولا يتحرك إلا بقدرة من رب العزة والجلال. ومن ثم على العبد أن يلتجئ إلى رب العزة والجلال أن يحميه من هذا العدو. ومما يحمى به من هذا العدو أن يتوكل الإنسان على الله، تفعل السبب وتعرف أن هذا السبب لا ينجي بنفسه، وإنما ينجيك رب العزة والجلال.
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والأمر الثالث مما نستطيع أن نتخلص به من هذا العدو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العدو ينخمس وينقمع ولا يتمكن من الموسوسة متى كان العبد ذاكرا لله، فاذكروني أذكركم. وقد قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. كيف خناس وكيف وسواس؟ وسواس متى غفل الإنسان عن ذكر الله، وخناس أي أنه ينخنس وينقمع هذا العدو متى ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق ينبغي بكم أيها المؤمنون أن تكثروا من ذكر رب العزة والجلال، ومن طرائق التخلص من هذا العدو أن نكثر من التوبة، فكلما أغواك عدوك إبليس عد إلى الله، ولازم جانب التوبة، فإن الله يحب التوابين أي الذين يكثرون التوبة، كلما أذنب العبد تاب إلى الله. وقد أخبر الله عز وجل بأن التائبين يبدل الله سيئاتهم حسنات، وتنقلب حال العبد بعد التوبة لتكون أفضل منها قبل الذنب، وما ذاك إلا من رحمة رب العزة والجلال. ومن هنا يعود الإنسان نفسه على التوبة، ولا يشترط في التوبة أن يكون الإنسان عالما بالذنوب التي قد عملها، بل قد تتوب من الذنوب مطلقا سواء ما علمته أو ما فعلته بغير قصد، فإن العبد يستعيذ بالله أو يتوب إلى الله من ذنوبه كلها. ومما يتوب الإنسان منه غفلته، ومما يتوب الإنسان منه غفلته وتقصيره، لأن بعض الناس يظن أن التوبة إنما تكون من الذنوب، وينسى أن من التوبة أن تتوب إلى الله من غفلتك ومن تقصيرك، ومن التوبة أن تتوب إلى الله لتركك المستحبات، فليست التوبة محصورة في ترك الواجبات. وهكذا في المكروهات، تتوب إلى الله لأنك فعلت المكروه فضلا عن فعلك الحرام. وجانب التوبة لها أثر عظيم على العبد، ولذلك أرشد أفضل الأمة إلى هذا الباب في أفضل الأوقات. ومن هنا لما جاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولما جاء أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي. قال يا أبو بكر يقول: ظلمت نفسي، فما شأننا نحن؟ فما شأننا نحن؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه في المجلس الواحد: أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، ويقول: إنه ليغان على قلبي، أي يغطى على قلبه صلى الله عليه وسلم، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة.
فإذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغان على قلبي فما شأننا نحن، فما شأننا نحن. نسأل الله أن يحمينا من هذا العدو الشيطان الرجيم. ومن الأمور التي تحمينا بإذن الله عز وجل من هذا العدو أن تجتمع كلمتنا، وأن يقوى بعضنا ببعضنا الآخر في طاعة الله عز وجل. فإن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بأن الشيطان أبعد من الاثنين عن الواحد. وحينئذ علينا أن تجتمع كلمتنا، وأن يحرص بعضنا على الاجتماع به إخوانه، وجعل مجتمعهم مجتمعا طاهرا نقيا سليما من غوائل المعاصي كلها. فإن العبد متى اجتمع مع إخوانه وتعاون معهم على الخير والبر قد يستحي من الله وقد يستحي من إخوانه، فلا يتمكن منه هذا العدو. وإذا اجتمع الناس على هذا المعنى سلموا من عدوهم الشيطان الرجيم في كثير من أمورهم. ولذا قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض الناس يأتيه الشيطان ويسول له الرغبة في الوحدة والانفراد، هذا لا تكون إلا عندما يكون اجتماعه مع الناس على شر وسوء ومخالفة لشرع الله ودينه. أما عندما يكون اجتماع الناس وتعاونهم على بر وتقوى فحينئذ الأفضل الاختلاط بالناس والذهاب معهم والمشاركة في مناسباتهم وتخفيف الشر الذي يكون في مجتمعاتهم. عندما تدعو الخلق إلى الله بذهابك معهم وإتيانك معهم وإرشادك لهم بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة، حينئذ تكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مخالطة الخلق والصبر على أذاهم، هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإن الشيطان له وسائل للعبد يصده عن الله وعن دينه، فمرة يصده بالمعصية وبالجفاء عن منهج الحق وطريق الهدى، ومرة يصده بجعله يسلك مسالك الغلو، وحينئذ يفعل أمورا مخالفة للشرع على أنها من الشرع، ويكون ممن يصد عن دين الله وعن شرعه باسم فعله لشرع الله زورا وكذبا وتمويها على الخلق. وإذا لم يتمكن الشيطان من جعل الإنسان يترك الواجب فيحاول فيه ليترك المستحب، ويحاول فيه ليجعل وقته مصروفا فيما لا يستفيد منه دنيا ولا آخرة. ومن هذا المنطلق ينبغي بالعبد أن يجعل حياته كلها لله، حتى فيما يزاوله من أنواع له أو ما يقضي به شهوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. ومن ثم عليك يا أيها المؤمن أن تراعي الضوابط الشرعية فيما يتعلق بما تؤديه من لهو أو ما تفعله مما يحقق شهوة،
لتكون بذلك مطيعا لله عز وجل. وهكذا فيما يتعلق بأمر الجماع، فإن الجماع له آداب في الشرع يحسن بالمرء أن يلتزمها، وهناك واجبات متعلقة به وشروط وضوابط، فبالتالي لا بد أن يتعلم الإنسان هذه المسائل. ولذلك على العبد أن يتقرب إلى الله بمعرفة أحكام أفعاله قبل أن يفعلها، فإنه إذا كان كذلك تمكن من أن ينوي بها التقرب لله سبحانه وتعالى. وإذا عرفت الضوابط والشروط التي تتعلق بأعمالك، حينئذ تستطيع أن تتقرب بتلك الأعمال لله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد أن على العبد أن يتعرف أحكام الله. وحكم الله يمكن للعبد أن يعرفه بسبيلين كما تقدم، إما بمراجعة النصوص إن كان من أهل الاجتهاد والمعرفة بدلالات النصوص، وإما أن يعرفها بمراجعة العلماء وسؤال أهل العلم الذين أمر الله عز وجل بسؤالهم، وحينئذ تكون ممن عصى عدوك الشيطان الرجيم. وهذا يدلك على معنى، وهو أن بعض الناس كلما وجد في نفسه معنى تكلم به ولا يلتفت هل هذا المعنى من وساوس إبليس ومن خطرات عدوك الشيطان الرجيم أو ليس الأمر كذلك. انتبه، لا تتكلم بكلمة حتى تعلم حكم الله فيها. إن عرفتها بنفسك عرفها بمراجعة العلماء وسؤال العلماء عنها، وحينئذ نعلم خطأ أولئك الذين يريدون أن يعلقوا على كل مسألة وعلى كل حادثة وعلى كل واقعة، يريدون أن يتكلموا بكل شيء وكأنهم هم العلماء وكأنهم هم الذين يرجع إليهم وكأنهم هم الذين يعرفون حكم الله وحدهم، وما يعلمون أن ما ألقي في صدورهم إنما هو وساوس من هذا العدو الشيطان الرجيم. فإن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ومن هذا ما يتعلق بالمنامات، فإن بعض الناس يأتي الشيطان ويلقي في منامه أشياء فيحدث بها ويظن أنها الحق وأنها تحذير من الله ونحو ذلك، وما يعلم أنها مما يلقيه الشيطان في قلبه أثناء نومه. وبالتالي هذه المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا يستند إليها في ذلك، إنما يستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس ينغر بوجود كثرة، وجود أناس كثر يسيرون على طريقته ومنهجه، والكثرة لا تغر العبد المؤمن، فإن أكثر الناس لا يؤمنون كما أخبر الله عز وجل، وكما قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن هنا فليس هذا من طريق الهداية ولا من سبيلها. ومما يتعلق بهذا أن بعض الصالحين يحاول أن ينشر الحق بإيجاد كثرة يضغطون على الآخرين فيه، ومن ذلك ما يحاوله بعضهم من ما يسمونه الضغط على أصحاب الولاية بوجود حملات مليونية أو أعداد كثيرة. فهذا المنهج ليس هو المنهج الشرعي. المنهج الشرعي
جعل الناس يعملون بطاعة الله عبادة لله وليس خوفا من الخلق، وإنما يفعلونه خوفا من الخالق سبحانه وتعالى. ومن ثم فحديثنا ووعظنا وإرشادنا ينبغي أن يستند فيه على التخويف من رب العزة والجلال، سواء بالتخويف من العواقب الأخروية أو التخويف من الله في العواقب الدنيوية. وحينئذ نعلم خطأ أولئك الذين يسيرون على هذه الطرائق المخالفة لشرع الله. وكم من مرة استغلت هذه الكثرة لتمرير معاص وذنوب عظيمة في الأمة، يكون منشأ اجتماعهم على خير ثم يأتي من يستغلهم ويستغل اجتماعهم ليجعل ذلك منطلقا إلى شر وسوء. يجتمعون بدعوى التنديد بالاستعمار في وقت مضى، ثم يكون آخر اجتماعهم لحرق الحجاب والدعوة إلى تركه. فانظر ما هي أوائل الأمور وانظر ما هي أواخرها. وهكذا إذا علم الإنسان ما وجد من اجتماعات في الناس وتحزبات وتألفات ومظاهرات يكون مبدأها خير، ويأتي ويكون مبدأها دعوة خير، ويأتي الناس وينخرطون معها، ثم تكون من استغلال أولئك الخلق في تحقيق وتمرير معاص عظيمة يعصى بها رب العزة والجلال، أو في استجلاب دنيا للخلق من ولاية ومنصب أو مال أو غير ذلك من الأمور الدنيوية. المقصود أن العبد ينبغي به أن يعرف أن هذا العدو الشيطان الرجيم له أتباع، وأتباعه يمكرون، ولا ينبغي بالمؤمنين أن يسيروا في ركابهم وأن ينخدعوا بدعواتهم. وعلى المؤمن أن يراعي حكم الله فيما يؤديه من الأعمال قبل أن يقدم عليه. ولهذا جاء الشرع بتنظيم أحكام الدنيا وجعلها موافقة لما يريده رب العزة والجلال. ليس العبد منهيا عن قضاء شهوته، وإنما هو منهي عن قضاء شهوته فيما يخالف الشرع. ومن ذلك ما يتعلق بمنع الصائم، منع الصيام للصائم من شهوته، ومن هذا منعه المؤمن من الجماع. والجماع شهوة، والأكل والشرب شهوة، والعبد ليس ممنوعا من قضاء شهوته، إنما يمنع من كون هذه الشهوة تقضى بمخالفة الشرع. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فعندما يترك الإنسان بعض ما تشتهيه نفسه لأنه يخالف شرع الله يكون مأجورا. وليس هذا في باب الجماع فقط، بل في جميع أحوال الإنسان. مثلا المال محبوب للنفوس، ومحبة النفس للمال ليس أمرا مكروها، إنما المكروه أن يمنع الإنسان حق الله في هذا المال. ولذا قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. فالمال إذا أحبته النفوس لم يتعلق بها مأثم، إنما المأثم يتعلق
بتحصيلها للمال بطريق مخالف للشرع أو بصرفها المال في مساخط الله جل وعلا. وهكذا فيما يتعلق بجميع ما تشتهيه النفوس في لباس، في طيب، في ولاية، في غير ذلك من أنواع ما تشتهيه النفوس. هذا يجعل العبد يحرص على أن يعرف حكم الله في هذه الأشياء التي تشتهيها نفسه، وبالتالي يضبطها بضابط الشرع. فليس الشرع آمرا بترك تحقيق الشهوات، وإنما يأمر بضبطها وجعلها على منوال صحيح يعود على الإنسان برضا الله وسعادة الدنيا والآخرة. ومن ذلك أن الشرع نهى عن الإسراف في هذه الشهوات، والإسراف منهي عنه شرعا. وأضرب لكم مما تشتهيه النفوس باب الأكل والشرب، فإن الشرع قد جاء بالترغيب في الأكل والشرب بنية التقرب لله عز وجل، فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهنا قاعدة أصولية أنبهكم عليها، وهو أن الأوامر الشرعية قد تكون أوامر كلية وقد تكون أوامر جزئية، والجزئية تكون من جهة النوع، وقد تكون من جهة الوقت، وقد تكون من جهة المكان أو غير ذلك من المتعلقات. فهنا ما حكم الأكل؟ واجب، لا يقول الأكل واجب، لكن كونك تأكل التفاح أو تأكل الرز أو تأكل اللحم هذا مباح. فالأكل هذا أمر كلي إجمالي، فأنت مأمور بذلك. ولذلك قد يتعارض أمر ونهي، وبالتالي يقدم باب الأمر، كما في المضطر يأكل الميتة، أليس كذلك؟ هنا تعارض أمر ونهي، والأمر قدم في هذا الباب، ما يدلك على أن الأوامر قد تقدم على النواهي. ويشير هذا المعنى إلى معنى آخر، وهو أن الشرع قد جاء بالعدل في كل شيء، ومن ذلك العدل في المأكل والمشرب، حتى أن الشارع أمر العبد ألا ينتعل في إحدى قدميه دون الأخرى، وما ذاك إلا لتحقيق العدل بين قدمي الإنسان. ولذا كان العدل في كل شيء مأمورا به. وتنتبهون هناك فرق بين العدل والمساواة. المساواة إعطاء الجميع حكما واحدا، وأما العدل فإعطاء المتماثلين حكما واحدا وإعطاء المختلفين أحكاما متفاوتة. فالعدل مأمور به في الشرع، وأما المساواة فقد يؤمر بها عند وجود المتساوين وقد يمنع منها. ولهذا جاءت النصوص بالأمر بالعدل لا بالمساواة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن هذا العدل فيما يتعلق بالمطاعم والمشارب، فالعبد مأمور بأكلها منهي عن الإسراف فيها. ومن هذا المنطلق أن الشريعة جاءت بتحريم القول على الله بتحريم الطيبات، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
وكما قال في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. ولذلك وبذلك نعلم خطأ أولئك الذين يحرمون على العباد أشياء مما ينتفعون بها باسم أو بأسماء شرعية، فمرة يسمونه زهدا، ومرة يسمونه ورعا، ومرة يسمونه تصوفا ونحو ذلك. فكل هذا ليس من الشرع في شيء، ومخالف لدين رب العزة والجلال. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولما نهى عن الكبر قيل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إذن ما هو الورع وما هو الزهد الذي نجده في النصوص وفي كلام العلماء؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، ونحو ذلك. الورع والزهد مصطلحان شرعيان لا بد من معرفتهما ووضعهما في معناهما، وإلا نكون حينئذ ممن أضل الخلق. ما هو الورع وما هو الزهد؟ الزهد إيش؟ الزهد هو أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، بينما الورع أن تترك ما يضرك في الآخرة. الزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. هناك أشياء لا تنفع ولا تضر، تركها زهد لا يدخل في الورع، وهناك أشياء تضر في الآخرة فتركها ورع وزهد. وحينئذ هل ترك المال زهد؟ هل ترك اللباس الحسن زهد؟ هل ترك نعيم الدنيا زهد؟ نقول ليس من الزهد. ولذا قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معناه من أتى الله بقلب سليم فإنه في يوم القيامة ينتفع بماله وولده، لأن الاستثناء من النفي إثبات. لماذا لم تفهم الآية على هذا الفهم؟ لأنك لا تعرف القاعدة، كما تقدم أن فهم النصوص لا بد أن يكون على قواعد. تقول لم يحضر الطلاب إلا زيدا، معناها أن زيد حضر، لأن الاستثناء من النفي إثبات. فهكذا في هذه الآية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع بماله وولده. وهكذا في قول الله عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولهذا فالعبد مأمور بالزواج ومرغب في أن يسعى لتحصيل الولد، كما ورد في النصوص تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، وأمر بالسعي في مناكب الأرض، بل جعل السعي في في طلب الرزق سببا من أسباب التخفيف على الأمة في رفع إيجاب صلاة الليل. علم أن سيكون منكم مرضى
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وأمر المؤمنين بعد صلاة الجمعة بهذا المعنى كما في أواخر سورة الجمعة، مما يدلك على أن تحصيل هذه الأمور ليس مما يتنافى مع أمر رب العزة والجلال، وأن ترك الاكتساب ليس من الزهد في شيء، بل ترك الاكتساب مخالف لشرع الله ولدينه ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين يكتسبون، وقال لئن يأخذ أحدكم حزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. وبالتالي نعلم أن كثيرا من الخلق قد يضل عن الشرع باستعمال مصطلحات شرعية تنزل على غير معناها ويراد بها غير مراد الله سبحانه وتعالى، كما مثلنا به في كلمة الزهد هنا. وبالتالي هذا يدلك على أهمية وجود العلماء الذين يعرفون مراد الله ويعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي أشار إليها المؤلف ما يتعلق بالحجامة، وقد ذكرنا شيئا من أحكام الحجامة واختلاف العلماء فيها، وقد ذكر المؤلف عددا من الأخبار الواردة في هذا الباب وعددا من تعليقات العلماء في هذا، وقد أتيت بزبدة الكلام في باب الحجامة في أيام مضت. وإذا تقرر هذا فإن من الأمور التي ينبغي بالعبد أن يعرفها أن الشارع قد تطلع إلى جعل الناس لا يقتصرون على الواجبات فقط، وإنما يؤدون المستحبات. ومن هذا ما يتعلق بباب الصيام، سواء كانت المستحبات التي يفعلها الإنسان في رمضان من سائر الطاعات، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على البذل والعطاء في رمضان أكثر من غيره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون في رمضان في باب التطوع والصدقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان كالريح المرسلة كما ورد في الحديث. وهكذا في سائر العبادات، مثلا في عبادة الاعتكاف هي من التطوعات، يستحب أن تكون في هذا الموسم العظيم، يتأكد استحبابها، وإن كانت على الصحيح ليست خاصة برمضان، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال، ولا يشترط فيها الصيام على الصحيح من قول أهل العلم كما قال الشافعي وأحمد خلافا لغيرهما، فإنه قد ورد في الصحيح أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، مما يدل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام،
ومن هذا أيضا في باب العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن العمرة في رمضان تماثل الحج في الأجر، فقال عمرة في رمضان كحجة معي، كحجة معي. وليس معناه أن العبد عندما يعتمر في رمضان يسقط عنه فرض الحج، فإن المماثلة في الأجر لا تعني الاكتفاء بأحد الأمرين عن الآخر. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن، يعني تعدلها في المعنى أو في الأجر، وليس معناها أنها تكفي عن القرآن. ومن المسائل التي أشار إليها المؤلف أيضا في باب الحجامة الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا المحجوم خرج منه الدم قد يضعف بدنه، فهذا الحاجم لماذا يقال عنه بأنه أفطر؟ من يجيب؟ نعم، خطأ، خطأ، خلاص، خطأ، لا تقولوا على الله بلا علم. نقول أفطر الحاجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ونحن نسلم للنص ولو لم نعرف معناه. لا يشترط في تطبيق الحكم الشرعي أن تعرف علته ومصلحته، أنت تسلم لله وتعمل للآخرة لا تعمل للدنيا، وبالتالي لا يكن علمك بمصلحة العبادة الدنيوية شرطا في أداء تلك العبادة. سمعا وطاعة، عرفنا أو لم نعرف. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لابد له مصلحة، لكن نحن لا نعرفها ونحن نعمل بالنص لأن الله أمرنا بذلك وأمرنا رسوله به، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونحن نجزم بأن الله غني عنا وعن عباداتنا، ونجزم بأن الله لم يفرض علينا شيئا إلا فيه مصلحتنا دنيا وآخرة، وأن الله قد رحمنا بالشرع وعطف علينا به، وإن لم نكن نعرف وجه ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال سبحانه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، فهذا فضل من الله علينا، وكما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الإسلام تمت به نعمة الله علينا وتتحقق به مصالحنا سواء عرفنا وجه المصلحة أو لم نعرفها. هل هذا واجب على الله؟ نقول: لا، هذا تفضل من الله ورحمة من الله وإحسان من الله لعباده، وهو سبحانه قد رحمنا بهذا الشرع، فليست الأحكام الشرعية مبنية على مجرد الابتلاء والأمر والنهي، وليس تحقيق الشرع لمصالح العباد على سبيل الوجوب على الله، بل نحن نعمل بكتاب الله وبسنة رسوله رغبة في الآخرة ورغبة في رضا رب العزة والجلال، فتتحقق لنا المصالح الدنيوية تبعا بدون أن نقصدها وبدون أن تكون منوية في قلوبنا
كما ورد أو كما اعترض بعضهم بحديث أن صلة الرحم تكون من أسباب زيادة العمر ومن أسباب بسط الرزق، فهذه الأمور صلة الرحم ليست عبادة محضة. لو نوى الإنسان بصلة الرحم هذه الأمور جاز له، لكن ليس له أجر في الآخرة بخلاف العبادات. لا بد أن تنوي أنها لله، لا بد أن تنوي أنها لله جل وعلا. والمقصود أن العبد ينبغي به أن يعمل بمقتضى أمر الله ومقتضى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الطاعة والانقياد، سواء علم الحكمة من الفعل أو لم يعلمها، فإنه يعبد الله طاعة لله وليس لتحقيق أمور الدنيا ومصالحها. ومن ثم فنحن نعمل بالأمر امتثالا، ونجزم ونوقن بأن رحمة الله بالعباد تجعل الشرع محققا لمصالحهم. وهذا على سبيل الأمر الإجمالي الكلي، وإلا فإنه في بعض الصور والجزئيات قد ينتفي هذا. من أمثلة هذا في قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقوله حياة طيبة، قد هذا أمر لا يلزم أن يكون في كل جوانب الحياة، هذا من جهة. جهة الثانية أن هذه الحياة، أن طيب هذه الحياة قد لا يتمكن من مشاهدتها كل أحد. كيف؟ يأتي شخص مؤمن فيعذب مثل أصحاب الأخدود أو غيرهم، يدخل سجن، يجلد، قد تقطع أطرافه. كيف تقولون حياة طيبة وشف حياة المؤمنين؟ نقول طيب الحياة بأن تشعر براحة وطمأنينة في كل ما يأتيك من الأقدار. فعندما يأتي شخص مؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره ويرضى عن الله فيما يقدره عليه، تقطع يدينه وهو راضي مرتاح لأنه راضي عن الله، هل هذا نعم في الحياة؟ نعم نعم، وإن كانت أعضاؤه مقطعة. فليست العبرة بما يشاهده الناس أو ما يظنونه، وإنما العبرة بحقائق الأمور. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن عرف مقاصد الشرع. اللهم عرفنا بمقاصد شرعك، اللهم ارزقنا الإيمان التام والرضا الكامل. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين، اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم أعذنا من الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا من إبليس، اللهم أعذنا من إبليس. اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة النصوح. اللهم أصلح أحوال الأمة، ردهم إليك ردا حميدا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجعلهم من أسباب الهداية والتقوى، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا آخر لقاءاتنا في شرح رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفقكم الله لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.